وينضم الينا في استوديو السيد رائد الخضر رئيس قسم الابحاث في مجموعه AQT. اهلا بك سيد رائد. اهلا عبد العزيز. بدايه ونحن نترقب مؤشرات التضخم على المستوى الامريكي، برايك ما هي السيناريوهات المحتمله لتوجهات الفيدرالي الامريكي على اثر البيانات التي يترقبها العالم؟ يعني بيانات مهمة جدا قبيل اجتماع الفيدرالي الامريكي خلال تعاملات هذا الاسبوع. بيانات تضخم اليوم ربما التركيز اكثر راح يكون على الكور سي بي اي، او هي القراءة التي يستثنى منها الغذاء والطاقة بشكل كبير. اي تراجع او انخفاض في مستويات التضخم سوف يقرأ على ان الفيدرالي الامريكي لا يحتاج الى تجديد السياسة النقدية بشكل اكبر، وربما تقترب موعد بدء تقليصه لاسعار الفائدة، وبالتالي نحن نشهد بذلك أعلى سعر لأسعار الفائدة في الفترة الحالية، ربما بقراءة أقل من التوقعات عند 3%، ممكن 2.9%. أتحدث عن الكور سي بي آي أو القراءة الأساسية، ربما ذلك سوف يحرك المستثمرين باتجاه توقعات أن الفيدرال الأمريكي سيتجه إلى تقليص أسعار الفائدة ربما في موعد أقرب من المتوقع في منتصف العام القادم وفق الدوت بلوت الأخير أو توقعات الفيدرال الأخيرة لأسعار الفائدة. وأيضا ننتظر في اجتماع هذا الأسبوع ربما توقعاته والبروجيكشنز أو النظرة المستقبلية لأسعار الفائدة من قبل الفيدرال الأمريكي بناء على بيانات التضخم التي ستصدر اليوم. هناك سيد رائد من يستبعد خفض أسعار الفائدة على اعتبار عدم تكرار ما حدث في السبعينات عندما خفض الفيدرال الأمريكي أسعار الفائدة وارتفع التضخم بشكل سريع وقياسي. هل العوامل متشابهة برأيك؟ أعتقد العوامل تبتعد عن بعدة نقاط أساسية. نحن كنا شفنا مرحلة حظر النفط في تلك الفترة في السبعينات، وارتفعت أسعار الفائدة بعد ذلك إلى مستويات 21%، وكانت يعني مستويات مرتفعة بشكل كبير جدا لمجابهة تضخم خارج عن السيطرة، ومقومات ارتفاع التضخم كانت سببها الرئيسي يعني حظر النفط ومجموعة من العوامل الرئيسية والتوترات التي كانت موجودة في تلك الفترة التي سببت وصول التضخم إلى مستويات خارجة عن السيطرة. نعم. وبالتالي العملية مختلفة بعض الشيء في الفترة الحالية. نعم. انتقل لأسواق النفط تحديدا ما يتعلق بالحديث عن وفرة محتملة بالمعروض النفطي، ما هي الدول التي قد تتسبب بهذه الوفرة، وهل تشجع الأسعار الحالية على دخول النفط الصخري برأيك؟ نحن عم نشوف ارتفاع أسعار النفط الطفيف حاليا، ولكن السبب الرئيسي في ذلك أنه نحن عندنا أفاق تحسن بعض الشيء في الطلب، هذا ما يتوقعه السوق. ربما غذت بعض التوترات الجيوسياسية دفعت أسعار النفط للارتفاع، ونضيف لذلك عامل مهم جدا وهو انخفاض أو تراجع قوة الدولار الأمريكي مع مستقبل إمكانية تقليص أسعار الفائدة بشكل أكبر. بالتالي ذلك يضع أسعار النفط في الفترة الحالية عند مستوياتها الحالية عند مستوى متوسط، ودون ذلك ربما تبدأ التداولات بالانخفاض أكثر بنتيجة وجود المعروض النفطي بشكل أكبر، وبنتيجة أنه الضعف الموجود في أكبر اقتصاد مستورد للنفط وهو الاقتصاد الصيني لا يزال هذه العوامل الرئيسية. إذا لم يكن هناك تخفيضات طوعية راح نشوف النفط يتعرض لضغوطات أكثر، ضغوط انخفاضية. نعم. إذن السيد رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة AQT كنت معنا، شكرا لك. شكرا عبد العزيز.